صباح الخير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقة مباشرة بالتحديد من منطقة الكمالية. شوفوا عاصمة الثقافة، شوفوا بغداد. لو عمي انتم ما تابعين البغداد؟ لا ما تابعين البغداد. المن تابعين؟ للشيشان والباص. المن تابعين؟ للشيشان والباص. والله هذا واقع حال. لا بشرفكم. خلي الصورة تسولف لكم. خلي تشوف أمانة بغداد. خلي تشوف دوائر البلدية. ما أدري منطقة الكمالية لأي دائرة بلدية تابعة. ما بالله عباس من؟ يعني شوفوا الواقع. شنو هالجبل هذا مال نفايات؟ جبل مال زباله بنص منطقه سكنيه. والله ما ادري شنو هالوضعيه هاي، شنو اللي دي يصير هنا؟ هاي من يتحمل مسؤوليتها؟ هاي ايش قد صار لها هنا؟ هواي سنين هاي صار لها، صار سنين ما حد يوصل، يوصلونها درب دربا ياخذونها ويروحون، ترجع ثاني يوم وثالث يوم ترجع ما حد يوصل لها. سمعوا عيني السيده من بغداد والساده الوكلاء، سمعوا وشوفوا بعينكم حتى ما تقولون بكيفنا قاعد نحكي. شوفوا الواقع، هي هاي بغداد، هي هاي بغداد اللي صارت امانه بعناقكم، اللي جيتوا انتوا ولزمتوها وقلتوا راح نغير ونسوي. ايش غيرتوا سويتوا؟ اشو زدتوا الطين بله من سيء الى أسوأ. شنو اللي قدمتوه للمواطن العراقي؟ هاي هالزباله هاي، شوف الطين الصوره عليها، الطين الصوره عليها. شوف هذا واقع العاصمه بغداد. يلا وتردون تحافظون على العاصمه، شلون يحافظون على العاصمه؟ هاي الطريقه لا ما يحافظون. تدري ليش؟ عندنا ناس حراميه هواي ما يحافظون، وصارت على ناس وناس. هسه هذا السوق تفلش، ناس فلشوها وناس ما فلشوها، ناس اعطت فلوس وناس ما اعطت فلوس، وصارت ناس ميته من الجوع وناس بقت تشتغل، زين صارت على ناس وناس. زين انا بنيت لي، شوف اجيت بنيت لي كرفان صغيرون هنا، اجاني الشرطي بسرعه خابره، اجاني الشرطي. زين الشرطه شايلين بالبلديه، اجاني قال لي شنو هاي؟ قلت له يابا بنيت لي كرفان متت من الجوع اعيش. قال لي فلشه اجى علي. هسه هي بلوه. هسه انت غير من تريد الزيل وتفلش تسوي شيء افضل، تريد تسوي شيء احسن. هذا الاحسن، شوفوا هذا الاحسن، هذا الاحسن، هاي هذا الاحسن، هذا الاحسن اللي سويته. يعني والله ما ادري، غريب هالحال. شوفوا زين مكان بديل، ماكو لا بديل ولا هسه. شلون يعني هاي العالم هيك؟ هاي هسه راح تديح العالم عمي. شلون راح يجي الصيف وشوف الناس راح شو يصير بيها؟ والله اكو ناس ميته من الجوع، اذا ما تشتغل يوم تموت من الجوع. والله تموت من الجوع، ويجي ياخذ فلوس من ناس وناس وناس تبقى. يعني هذا يقولوا لكم روحوا جد اي روح جد روح بوق وهاي وراس السمكه خايس، ماكو واحد بيهم شريف. اذا واحد بيهم شريف قل لي الشريف يجي هنا ويباوع على معانات الناس، بس والله ما بيهم واحد شريف، كلهم حراميه. ويا اللي يجينا يقول ندعي بالاسلام وندعي بالدين، لا حرامي كلب بين كلب. انا اقول لك كلب بين كلب. حسنا مرص قمنا ندور على حسنا مرص، قمنا ندور حسنا مرص تعاي، اريد انه وحده نفس حسنا مرص شريفه. يباو على هاي الناس الميته من الجوع، باو على الناس، باو على الناس وين قاعده، باو على الناس. الله يرحمه. زين قمنا نترحم له، والله قمنا نترحم للزباين. الاشرف منك خاطر اشكيله تدلين وباكر امشي له. يا البيهم شريف، قل لي يا البيهم شريف، يباو على هاي الناس الميته من الجوع. يا هو هاي حال الناس، باو هاي كسروا بساطيهم، قال لهم قعدوا بالشارع. هذا زين، هذا حال الناس. زين هذا حال الناس، باوع صارت على ناس وناس. زين الطيني قعدك، ما تطيني ما قعدك، صارت من جو الجو. وهسه فوق الضيم، يعني ما ادري يا اخوان هسه يعني وين تروح؟ وين استغفر الله يا ربي. لا وين تروح تشتكي؟ ما تروح تشتكي يعني. هسه هو حتى اللي ما يفتهم همين من يظل مستمر بالعمل، هم يقوم يفتهم، يقوم دماغه يشتغل. يعني ما شاء الله عليكم، صار لكم سنين بالمناصب. شنو المناصب؟ صار ملياردية. يعني شنو هي؟ شنو هي؟ خليهم عمي خليهم. شنو هي؟ ترى مو صعبة. هسه اوكي ماشي، فتحت السوق، فتح بصورة صحيحة، افتح لنا، رجعهم، خطط لهم، نظف لهم، او شوفوا لهم مكان بديل. بس مو هيك، مو هيك. هسه انتوا جايين سيف وتطبرون بالعالم، ما عندهم رزق، شو يسوون العالم؟ عمي شو تسوي اذا ما عندك رزق؟ شو تسوي؟ راح اسلم غير ابوك، ما غير حل، بس هذا الحل عندي. مين انا؟ رجال مريض وقاعد على البسطيه عايش، والله على البسطيه عايش. شفت الناس صار لي 11 سنه هنا الشغل. زين لا راتب لا شو اسمه لا رعايه، خلي يسوون رواتب ونقعد ببيوتنا. زين سوينا رواتب
ونقعد ببيوتنا بعد. هو يا حل ماكل الفقير الى الله. الفقير الى الله. انا اقول لك يباوع على الله هاي، لا حكومه راسها خير، لا حكومه شيء راسها خير، لا 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 شو اقول لك، رئيس وزراء، برلمان يندعون بالدين وبالاسلام، لا والله تبرى من عندهم الاسلام، ليش تبرى من عندهم؟ هو اذا واحد ما يباوع على ابنه واخوه ويباوع على صاحبه وعلى صديقه. زين تراحم الله يرحمكم، احنا لا بيناتنا رحمه. يا عم انت قلبه ماكو هيك، احنا سوينا حل هذا صباح بعد الشمس. هسه ما ادري هنا البلديه هاي. الامانه شنو تورها هاي؟ بس سولفوا لي شنو هاي يا عمي؟ هاي شوف هاي، تعال عمو تعال، هاي اصلا هي هاي اصلا مزبله. هو هذا الشارع بعد عمك، هو هذا المفروض كله هاي يطلع قبل نظيف. ايه ما شو تسوي هاك باوع دي نظف هاي وخاي مخليها، ليش مخليها؟ ابو الشفل نظف. ايش صار لها؟ والله هواي صار لها يعني سنين، سنين هواي والله سنين، وخيسه تكتل وطلع روح والله زباله يعني. لا اول شارع هاي شلون يكافحون عاد يصيحون كورونا، هذا كورونا هاي رب كورونا هاي، أيوة. هاي رب الفيروس رب الامراض، ريحه تكتل والله العظيم. زين يا اخوي حملها بعد خالص، يا خالص ايش على باب الله؟ ما بيها والله، يا حنا بتطلع اذا صار الهواء الشرجي ماكو ريحه تكتل تكتل، شعلوها هذا شويله تطفى الدخانه مالته تكتل. اما يدشمرون يا شمر، هذا صدق كذي يا شمر عمي، يا شمر يا بن الشريف، يا بن الشريف يا شمر. زين الله يا عمي ما ادري تعبانه والشمر شنو هسه هاي؟ زين شنو هسه هذا الحال؟ والله يا خالي شو تسوي ما تقول لي هاي نظف الشخوش نظف الشارع منه وهذا كذا وهاي ضابط لك الزباله باو عليه، هذا صار هوا شرجي. تعال ابو علي تعال خلنا نسولف وياك عمي، تعال تعال. هذا ابو علي متنبي، متنبي صباح الخير. شلون على النور؟ على العراق جميعا، على العراق جميعا. شنو هذا حالكم هنا؟ شلون عايشين؟ والله يعني اتبعوا قدامك شلون عايشين؟ ما ادري والله الحمد لله والشكر جايبينها عليك يا الله على شاء الله. انا بعد الحج شوف يقول امره هذا مو بعد عمر هذا سوق تعبان شيله ودي حول العالم مأساة يعني من اسوء الى اسوء وهذا الواقع باوع هاي زين تباوع وكل الشباب الجدي كلها جد محمد هاي الشباب هي هاي وهذا الحكي مالي من يتحمل مسؤولية؟ نعم احنا غير عندنا دولة المفروض توفر هسه من شيلوا غير يكون اكو بديل مو صحيح؟ شايلنا عطى بديل لابو تشمبر للمتشبير للشاب على حد قدامك عمرك كبرى بدون راتب الحج كذلك الشباب اي والله شلون شلون؟ كم سياره شيل؟ قل لي لا بالامانه سيله سيله ما خصنا وين ابو الامانه؟ هي ايش قد صار لها؟ كم سياره تشيل ابو الامانه؟ وين ابو الخليج؟ خليجي وينه؟ يا ابو الامانه يشيل له سيارتين على مود الجهد هذا على مود الجهد سيارتين يسجلن وياخذون يشيل سيارتين وياخذ له 10 10 سيارات شرفك ايش قد صار لها؟ صار لها يمكن 5 سنوات ستة. احلفك بالله اذا يردون يشيلوها بيوم واحد ما يشيلوها نص ساعه يشيلون مو ليش هيك عايفيها العاد هذول هم اسالهم هذول موجودين هذا بعد موجودين وين اروح له اشوفه وين سده والاليات وطلع ابو الشفال ما له علاقه لا ما له علاقه لا لا المسؤولين احنا ناشد المسؤولين المسؤول عليه مدير البلديه المسؤول عليه هذا خلي يشوف هذا ابو الشفال ايش يصير عم هذا طريق شارع عام هذا شارع عام ليش ايش استاذ العزيز ابو الشفال ايش سياره انتوا شلون عوائلكم شلون تعبانين هي معاناه تعبانه صعبه الناس شالت هجولت واكو بديل جوا مو ماكو بديل بس هي المشكله ما يقول لك انا على الشارع مسترزق ما عندي مكان غير الشارع اروح به يعني شو يسوي من شغله الزباله تعبانه هي شغله الزباله ابو الشفل يقول له لا اقدر ابو واحد يشيله ويروح شنو لا حول ولا قوه ابو الشفل ما له علاقه ابو الشفل اي علاقه ما الى ابو الشفل تعال اسولف وياك تعال لا شعل يا ابو الشفل ما له علاقه غير بيها توجيه مدير عام توجيه وكيل توجيه مدير قسم لا له علاقه ما ادري انتم شلون استحالكم هنا والله تعبانه هي شغله تعبانه هنا يعني ما بيها يعني فد شيء زين يلا عمي غاتي شغله تعبانه انا شوف هسه وضعيه السوق السوق هسه هذا اذا صار فتشي ما يقدر واحد يطب له لان شنو جهوله والعالم صارت العالم مطشره ماكو مكان اللي يقعد به زين ماكو منفذ اللي يسترزق من عنده يا المشكله احنا هسه على ناس وناس لا هي موكو هسه عندك هذا مجمع فارغ هاي محلات فارغه هسه محلات اذا طبيها هسه تباوع صورها اذا تريد شوفها محلات فارغه طبيها تقدر الناس بس هو يقول لك انا امكانيتي ما اقدر اجر ليش ايجارات غاليه هنا؟ والله الايجارات بسيطه هنا هي شوف 100 100000 الله يا عمي الله يساعدكم انتم شنو هنا شغلكم؟ نشتغل بالعربانه حماميل اي
حمامي. اذا تريد تطبع المجمع تصور بيشوفون. تعال شوف المجمع. تعال 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 تعال. صباح الخير. شلونكم عمي؟ شلون صحتك؟ الله يوفقك. شلون رزقك؟ اتصل لك. رزقك شلون؟ نعمه بخير. قبلوا هسه من فلشوه مو صاحب بسطيان مو صاحب مو لك هاي لا مو هاي صاحب الرجال سايق يعني والله ما ادري. تعال عمي تعال شلونك؟ ايش قال لك الولد؟ ايش قال لك؟ ايش قال لك الولد؟ يحكون على الشغل ماكو الجهد مال الشغل ماكو عمي قلنا لهم شيل البساطي خلنا نطب مناني هايك حفره هنا ابي مزوق انت بس قول انت شنو؟ منو انت؟ شفر ابو شفر انت سايق شفر خويا انت صاحب قرار اقول لك مو سايق ايش اسمه؟ جاي احنا يوم وين نجي؟ احنا هسه هي شكاوي شنو هي؟ خليني اسولف لك انت مصاحب قرار تقدر تحرك شفر بكيفك؟ لا غير توجيه عندنا من عندك توجيه مدير عام بس ما عليك عتب خويا احنا يومين اسمح لي اوكي ماكو اشكال انت ما عليك عتب هاي تشوفها هاي امانه بغداد تعرف قد ميزانيتها انت تعرف شنو دخل امانه بغداد لو ما تعرف تعرف لا والله لا تجي تسولف وياي هاي هنا هاي اذا يريد تريد الامانه ترفع دائره انت يا بلديه غدير لو بغداد جديده هاي بثواني عمي هاي بساعه كلها تفض وتنشال بدال الاليه طلع خمس اليات شنو صعبه دخل مال بلديه بغداد جديده قليل ما له علاقه استاذ جيب سيارات حمل يوميا العالم الزب جيب سيارات تعلمي تعال العالم يوميا الزب ابو الامانه شنو علاقه طبعا تتحمل مسؤوليه ابو الامانه شنو علاقه هو يوميا يشيل انت شنو شغلك انا اشتغل شنو عطار زين باب خرجت لو مو خريج طالب يا مرحله ثانيه يا جامعه بغداد شنو قسمك علوم سياسيه باب يعني هسه انت طالب ودارس وفاهم وان شاء الله تتخرج بخير وسلام هنا انا من اللي يتحمل مسؤوليتها امانه بغداد بس العالم اسمعني. لها دور العالم والامانه طبعا بس هاي النفايات هاي مو مال يوم وليله اخوي هاي دا تشوفها اعطيني الكاميرا عليه خلي يشوفوها المشاهدين هاي صار احلفك بالله ايش قد صار لها هاي زين انا اقول لك ما شاء الله يوميه يشيل هو ذا يوميه يشيل ايش قد صار لها هواي هواي عمي ايش قد كم سنه صار له هواي عمان هذا محلي زين حتى مليت من الريحه زين بروح ابوك البلديه او الامانه اذا تريد ترفعها ايش قد ترفعها بيوم شنو يوم نص يوم خلاص ما يخالف زين يعني صورنا ارفعها واحط مكب مال نفايات قانوني اخلي احط لي خمس مكبات 10 مكبات صعبه انت وين جاي السولف قاعد حتى المحاضر رحنا له انت وين جاي السولف رحنا له وحاكينا وصورنا له ومشينه وقال لي الله كريم وراحت بعد يعني هاي والله يتحمل مسؤوليتها محافظ بغداد وامين بغداد نفسي بالله الكريم يا ما تعاقبون المدراء اللي جوا ايدكم يا اما الوكلاء اللي عندكم يتخذون اجراء ترى هذا مو واقع هذا عم هاي صوره مخزيه لبغداد والله هذا بيته راح هواي هواي ماكو يعني ماكو شيء عيب هاي عيب والله عيب استاذ العدل حسيتوا هنا شلون عيب يعني مليان والله العظيم مليان وين محلك هذا محلي تكرم مال شلون تفتح انت والله موتنا بالعبار انا هسه واحد من العالم لو ظل اخر محل ما اروح لي فوق شنو ماكو شيء يعني ماكو وضعيه حيل وضعيه جايفه حشاك شنو هسه انتوا ما ادري شلون هنا شلون والله ما ادري يعني هاي حاله امانه العالم يوميا الزب هو شو يسوي لها اذا هو يجي يوميا يوصل لهنا ويرجع من البدايه لا تدري شو يسوي شو يسوي لها العالم مال النفايات اسمعني اكو مكب مال النفايات ينحط حالك حال المناطق اللي بصفك حالك حال العالم من اللي يسويها موجوده هي تتحملها مالت بغداد عمي كلها حراميه والله خبلت كلها حراميه هم حراميه ما يجي هسه لو تنقلب الدنيا عليك ما يجي هو حرامي حرامي هاي العالم فقره ما يجيها هاي العالم بس حق حاسبها هو يقول لك العالم بس حق حاسبها هذا ما حاسبه بشر بس هو بشر ليش لان هو عنده فلوس مو اكثر من هذا عم انتوا منطقتكم منكوبه والله هي طبعا والله منكوبه والله العظيم يعني ما ادري انتم هنا شنو هاي شلون عيشتكم والله زين هنا عوائلكم عمي اطفالكم تعال هنا تعال بالضيم عندك اطفال اي بالضيم يطلعون بيتكم هنا غير قريب اي والله زين هاي شلون هنا يطلعون سوق بالقوانجي الله وكيلك سوق بالقوانجي شو تسوي العطواني كم مره رحنا له ماكو صعدون على اشداق غير عمي تعال اعطيني التليفون تعال طيني خل اخابر السيد محافظ بغداد بلكي الله انتم ما ادري يمكن تابعين لمانة بغداد بس خل نشوفها فزعه من محافظ بغداد شوفها فزعه من محافظ بغداد تعال عمي تعالوا
تعالوا والله عمي هذا محافظ بغداد راح اتصل علي امامكم. ماكو هيك وضعيه والله ماكو. شنو هاي؟ اذا لا ما تقدر محافظه ما تقدر والمحافظه سيندل المنطقه وين صايره؟ الله وكيلك لا يندل ولا شيء. ها شو تريد؟ خلني والله ما ادري شنو هالوضعيه هاي. ها من يتحملها؟ هاي عمي دا اتصل الله شاهد على السيد محافظ بغداد. اي هاي مال هاي استاذ شنو قضيه الشارع؟ شنو شنو هذا الشارع؟ يعني شنو شيء اللي ضال هذا الشارع؟ استاذ ياسر هلا عمي اريد نسولف احنا على الزرع. ايش بيه زرع؟ وضعيه الزرع. ايه نقدر نسولف لو ما نقدر. عمي تفضل. الله يحفظك. احنا نسوق من كلر. زين. نجيب مسواق من كلر. زين. البيت الجان العراقي ب 1400 هنا. ايه. والبيت الجان الايراني هناك ب 300 دينار. زين. بالشمال. نجيب البيت الجان من هناك السيطرات يقينا ما يخلونا نعبر الزرع الا ندفع فلوس. تدفع لهم خاوه هاي. اي ندفع مو؟ اي ندفع فلوس. كلها رشوه. فلوس أي. اول قبان اسمه سيطرة القبان. اي هاي وين تصير؟ هاي بكلر. خلي يسمع القائد العام للقوات المسلحه بالشمال. أي. اول سيطره تدفع بها 100,000. زين. ياخذون من يمك تعبر تمشي مسافه 10 دقائق بابا محمود اسمها السيطره الثانيه. زين. ياخذون منه 75,000 الشرطه. زين. تدفع 75,000 الا تعبر. زين الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ارحموا بالارض ارحمكم بالسماء. زين انت يا وزير الزراعه اذا تريد تمنع الزرع غير تمنعه من الحدود من ايران وما يطب الكلر. زين اذا موجود بكلر اذا ما موجود بكلر انا اجي منين اشتري؟ ما اشتري مو صح لو لا؟ صح. انت يعني جاي تطببه يجي الكلر انه هناك ونشتري معاناة الزرع الله شاهد ورقيب لا تشوفه يعني كله يتشفصون بيه وفوق الفلوس وكل سيطرة يوقفنا بيها ساعة ساعتين إلا نعبر من يمها. يعني ملينا أنت وزير الزراعة بس تضرب كله مشويات وما تعانب الفقير. زين بيناتنا الله 500 دينار والله ما يدري 500 والله ما يدري 500 دينار الله شاهد اجتني اجتني مرة هنا 500 دينار تريد بيها بيت فنجان وخيار. زين اذا البيت الجان العراقي ب 1500 ها البيت الجان العراقي ب 1500 خيار عراقي شلع ما عندنا انت مالعه منك بالحدود ب 300 دينار ب 300 ها وهنا مانعه. يعني منين يجيب الفقير يسلب يبوك؟ طلعوا انت طلعوا شوفوا وضعيه السيطرات شوفوا معاناة السيطرات الله شاهد ورقيب. انا واقف ساعتين ونص بسيطره واحد. ايش قد ياخذون منك؟ ياخذون منا على الكيه 200,000 وانا شايف هذا هذا وجهي وهاي تتحمل على العالم بعد اي مو ياخذ مني واذا ما اعطيته انت تحمل من ياخذ منك تحمل هاي ال 200 من تبيعه على العالم وبالاخير المواطن واقع بيها والتواجد استاذ ياسر هو قاعد يرجع على الرجل ياخذ 200 من الكيس. وش اسوي؟ شو اسوي؟ ازيدك من الشعر بيت اغطي الزرع كله فواكه عود ممنوع ما يعبر المخضر يقول لهم حمل مخدرات ولا تحمل مخضر. يلا زين المواطن ايش ياكل؟ يلا تعطب للسوق سمعوا قرت عينكم تعطب للسوق هنا وباوع معاناة السوق. شنو هذا الفساد؟ هذا الفساد. زين السيطرة شنو هاي؟ جيش شرطة شنو هاي السيطرة؟ كلها مشمولة عين الشرطة وجيش كلهم. انا هذا وجهي وهذا وضعي وانا مسؤول. يلا اروح على كلامي. وزارة الداخلية والدفاع نهنيكم ونهني القائد العام للقوات المسلحة على هاي الوضعية. شوفوا العالم سمعوا يعني العالم ده تحكي اتحداكم بس اذا شخص يقدر يروح لهاي السيطرة اللي دا يتحدث عليها الاخ هنا ويمنع هذا الشيء والله اتحداكم وانا اول شخص اكون داعم لكم واجي وياكم لهاي السيطرة واطلع حلقة من هناك اتحداكم اتحداكم اتحداكم. خلي يسمع السيد القائد العام للقوات المسلحة. اسمع سيطراتك عين 13 سيطرة كل سيطرة تاخذ من الكيس قيد والله 100 5 امروته ما محمل ما يسمع. وهاشن ال 200,000 اللي محمل؟ اي انا يعني اخذ منه مغطي الزرع يعني محمل له 400 كيلو. اقول له راح يلعق كل كلمه يقول له الطين السنويه والاجازه تبات هنا بالسيطره تظل يوم يومين ما تعبر. يعني اذا ما تعطي 200 ما تعبر؟ لا 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 مو سيطره وحده 200 كل والله سيطره. كم سيطره هاي تمر عليها؟ لحد ما اوصل للسعاده هنا سيطره السعاده
كم سيطره كم على كم سيطره تمرت مع السيطره كل سيطره ايش قد تاخذ منه اول سيطره تاخذ منه هاي القبان اسمه ياخذ منه 175 بوصل هاي لا والله لو يسوي له وصل امشي بيه ما يخالف وازيدك ابن الشعر بيت واقف شنو هو واقف عميد عميد بيها السيطره الى ليغات ياخذون منه من جوه لجوه والله العظيم بعد بالقران بالفرق في دوله الخوات يعني اذا تروح شنو انتو اذا تروح وياي وتصعد بالكيه وتباوع الله شاهد الا تصدم تصدم بعد كل مله يعني وين المن السولف المن السولف المن نحكي وهذا القانون يعني قدرتهم بس على الفقير والله يحفظهم والله يستر عليكم الله يكون بعونكم الله يكون بعونكم شلونك شلون صحتك الحمد لله شنو شغلك غذائية غذائية فلشوك مو؟ فلشوك يعني نفس الفاي فلشوك وما سوينا حل حل شيء كل حرامي ايش نحكي نسولف اما يلا السلام هاليا دوبيتش راح نبقى حتى ما يجي واحد خير مثل علي مطالب يجينا مستحيل يجي واحد مثل علي مطالب سم الله يروح ما اقدر اسوي هالشباب والله دمعتهم بعينهم بالقران تعال عمي تعال تعال صباح الخير شلون صار ياسر شلون صار نازل من الدوام لا والله جاي اروح الدوام وخابرتك هذا عندي شغله والله اي تفضل قول والله عندي مناشده وانا رجال مظلوم عندي مظلوميه اولا بالترفيعات اثنين عندي تقارير طبيه عندي خمسه امراض عندي خمسه امراض يعني اناشد السيد رئيس الوزراء وناشد السيد وزير الدفاع وناشد السيد القائد الفرقه انت وين تداوم هسه انا حاليا داوم فرقه 11 والرجال قائد فرقه جاي يتعاون وياي يعني انا بس علاجي بالشهر 300 وراتب شنو اللي تريده يعني يصرفوا لي فلوس علاج يعني انا تمرضت بداخل راتبي قليل 810 ماخذ سلفه صحيح ماخذ سلفه صحيح بس ما جاي يكفيني راتب وقاعد بايجار انا قاعد بايجار بعد ماكو يعني هسه نحكي الواقع هسه النوبة دام تستلم راتب وتريد علاج وين اكو هيك؟ بالله ما اقدر بعد عمي هاي خطية هذول المساكين اللي يطلع له باليوم 5000 دينار هذا شلون يوفر علاج؟ بالله العظيم مريض هو حتى السيد القائد الله يحفظه يضرب حالتي يعني حتى السيد القائد ان شاء الله يسمعوك ان شاء الله يسمعوك وان شاء الله يشوفوا لك حل هذا اللي قلت لي هاي المحلات هي تصورها وشايفها هي مبينه عمي نشكر يا قناتي يا عمي عمو الرشيد ما لا تشكرني واجب احنا هذا. نشكر قناة الرشيد على هاي المعونة على الريحة الجبالة هاي ممنونين منكم احنا اذا اشتكينا عندكم يصير حل ان شاء الله هسه بعدهم ما صار عندهم علم ان شاء الله بعد. صار عندهم علم بس قولوا لي انتم ايش مثل ما اجيبه اتاكد من السائق يا بلدية اي والله يا بلدية احنا مشكورين بغداد جديدة مشكورين منكم هواي هواي مشكورين مع المدير عام بلدية بغداد جديدة رح نتصل عليه وهذا لا حول ولا قوة بالشفاء قالوا له درب وشيل درب لأنه ولدي لك أنا جاي شيل من الشارع وشيل من ذيك المنطقة أربع مناطق عليه يعني الأربع مناطق شو تلحق عليها السيارات إذا مو جهد كامل يطلع عليها هاي لا ما أدري شنو هالوضعية هاي خلي الصورة هي السولف خلي الصورة السولف للجهات المعنية شوفوا واقع حال العاصمة صباح الخير استاذ نجم شلون صحتك صباح الخير حبيبي انت وياي على الهواء مباشر انا حلقت اليوم من منطقة الكمالية بالتحديد بنهاية السوق اللي تم ازالته اكو فد جبل مال النفايات والعالم دا تناشد صار له اكثر من 15 20 يوم هذا النفايات متراكمة بنفس المكان يعني ما ادري مو بالامكان بانه يتم رفعها بنفس الوقت استاذ ياسر انقاض ولا نفايات تحديدا نفايات انا دباوع عليها هياتها قدامي والله نفايات نفايات نعم اليوم سيطلع جهد يصبرها باذن الله نعم يعني اخذ كلمه منك ان شاء الله قدام العالم اليوم ترفع النفايات بحيل الله اليوم ان شاء الله هسه راح نطلع لها جهود نقلهم اذا النفايات هي يتحقق بالمركز البلدي وتصبر نعم هي نفايات أنا واقف يم هذا ديرها هسه على التلفزيون تشوفها قدامك ديرها على قناة الرشيد مباشر أني تلمى النفايات تحياتي لك وكافة الكوادر
المواطنين اللي اتصلوا بينا باذن الله ان شاء الله اليوم تصبح بالكامل. انا ممتن، انا ممتن، اشكرك. شكرا شكرا استاذ نجم مدير عام بلديه بغداد الجديده. تعال عمي تعال تعال، شنو حالك؟ تعال على باب الله وفلش غرابه. تعال على هذا على باب الله. شلونك؟ صباح الخير. شلونك؟ شلونك زين؟ شلون والله هذا الوضع جاي. شوف شو شوف فلش المحلات لا رتبوا. ايه تعال تعال افتر تعال منا تعال تعال اسلتوا عمي انت روح لحق في العلاقه مالتك. شلون حالك؟ والله هذا حال. شوف شو شوف انت، انا اشوف الحال تعبان، بل اسوأ من التعبان. أسوأ من التعبان. لا رتبوا عشر مرات أسوأ من التعبان. لا رتبوا لا هذا تعليم تعليمي. شلون تعليمي؟ تعال لا روح شوف تعال سجل عندك. الله وكيلك راحت وما يطلع جو طبوا على اساس ينظفون كل شيء. ما صار بس نزلوا بس بلشوا هنا وراح. والله يا عمي الله يساعدكم. قول عمي يا ابو، هذا ابو مجلس الدوره من اجى فلش وهاي الناس فقره، وين تروح؟ عساي الزباله صايره جبال. اي جبال ما يشيلها. أيوة صار أيوة. عبقر براسي وفلش الناس وهاي الزباله ما يشيلها. أيوة. والله ليش ما يشيلها؟ شنو هاي الفقره وين تروح؟ شوف هاي، شوف كل هاي مو بالمدرسه، مو بالمدرسه هاي الفروق. والله يا عمي الله يساعدك، الله يساعدكم على هاي الوضعيه. تعال محمد تعال 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 خلينا نشوف السوق. تعال خلينا نشوف السوق للمسؤولين. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الله يحفظك. شنو شغلك هنا؟ والله صايغ تكتك. صايغ تكتك. صايغ تكتك. اي والله. بس محاربين محاربه نفسيه يعني. لا ابو المرور خلينا لا ابو شرطه. يعني ليش؟ نكون واقعيين. اي. نسولفها. سولف طق طق. وحاججني انت ما بيش. لا عادي. بدنا نسولف احنا. انتوا بالفترة الأخيرة صرتوا كلش مؤذيين. يعني مؤذيين بالمظاهرات. قل لي شلون. لا. ايه. قل لي شلون. يعني المظاهرات متنازل. لا. عم وراها عيشة. غير أكمل لك قل لي شلون. ايه. يعني هسه بالشارع احنا من نمشي، أنا أسوق سيارة وأمشي، شوفوا بالتوك توك برون. جاي من السايد اليمنى واليسرى برون، بسايد واحد. مو كل أصابعك سوى. يمشي. طبعًا. ايه. طبعًا مو كل أصابعنا سوى. ايه. بس هو ال ال الشين يعم والخير يخص، مو لو أنا غلطان. خوش. هاي السلبيات عمت عليكم، فبدأوا يتخذون بحقكم اجراءات غريبه عجيبه. وهاي الارقام، فالمفروض اسمح لي، المفروض 500 منين تجيب؟ يطبق قانون عليكم بقوه حتى تلتزمون بالقانون وتقدرون تشتغلون بصوره صحيحه. مو حتى انت مثلا اذا انت ما تلتزم حشاك والاخ يلتزم غصبا ما عليك تلتزم. مو لو انا غلطان. فهسه انتم يعني ما ادري وضعيتكم. فقره السوق ايش بيها؟ فلش يوم من البدايه لنهايته. زين. احنا شغلنا على السوق. اي. يعني تطلع شابك وش بيه شابك؟ ملايين تكاتك يعني. لا سوى محلات يعني وحصره والسوق خلى العام تشتغل. فلشوا المحلات وراحوا، بقوا واحد يرمي على واحد. يردون بسطيه منا قال لا اصير منا. يردونها منا قال لا اصير منا. الرقم مال تيك توك الرقم. يعني ذاك اليوم هنا صارتك دمايه هنا. على شنو؟ اه. على مود هذا المعمل يدون يسوون بسطيات وما أيه؟ سووا، شالوا البسطيات منا نقلوا على شارع الجامع. صحيح البسطيات ما ادري شارع الجامع وياك، لان هاي لان هاي العماير تاذت. زين انت هنا صار لك هوايه غير تشتغل من 2017. من 2017 شنو هاي البسطيات؟ هم بيع وشراء لو اي كله بيع وشراء. شراء ايجارات. هذا شارع دوله، كله شارع دوله. هذا او هذا وهذا مليون وربع، بس اكو قوه كاضته والعاقل يفتح. ايه بينه 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 ذيك يا واد. يعني هذا رجل ذل البيوت هناك كلها اللي بيوت ذني مقابل بيته ياجر بسطيه. هو ياجرها. ايه ياجرها هسه. اوكي اجرها لو يرجع السوق هو الاول يتالي على مود الناس تاكل. لو يفتحون محلات ذني مال الدوله. وين محلات الدوله؟ مو محلات جوا مال الدوله؟ مو من محلات الدوله بس بس عليهم الدوله؟ والله سدني المعامل الاهليه مال الناس. اكو ناس يعني مسافره، اكو ناس موجوده، اكو ناس بعد شارده. المهم بس سدني مال الدوله. ايش ابلك كرشي؟ سدني مال الدوله. خوش جهه السوق من اهل السمك كلها شالوها رجعوا. يعني صايرين
اجاك عمي الله يساعدك. اجاك واحد جاك الله يساعدكم. وانت شنو هم سايق توك توك؟ هم سايق توك توك. شلون وضعكم؟ الحمد لله. بس من رزق ابي تعال دير بالك تعال. شلون وضعك؟ شلون زين الحمد لله. تعال عمي تعال خلي صوت خلي صوت تعال. اي ضايج عوف هذا شعليك بي. شلون وضعك؟ زين الحمد لله. بس مو نفس قبل تقادك هسه نوبه وايد تقادك كلها صار بس المنطقه يعني حصروا قاموا يدون على الشارع ما يقبلون على الشارع سووا رقم 500 منين تجيب ال 500000؟ وقف تقرا لزمك رامي 100 250 وهي كلها سواق وتنحجز سواق تنحجز هذا حدث الى شعار اخر يعني. اوه عليك تطلع الغرامه مو سايق يعني ابو التكتيك يا يعني انت تطلع الصبح 300000 منين تجيبن؟ منين هو تلقط لك 1000 دينار الفيه هو ترى عندك 200 تطلع وبالعباس مارة هو عنده هو 1000 دينار طبعا هذا النشياك نصها مهندسين ونصها واصل الدراسة بس وين التعيين؟ تخريج؟ لا يعني سادس سادس كملت؟ اي وبعدني قاعد ما فتت كلية لا لا انا خامس اعدادي وبطلت زين اشتغل انا قاعد اقدر اكمل والله صراحة يعني الله يعمي الله يساعدك شلونك يعني اخو ناس مواصل شلون حالك؟ والله الحمد لله شنو تشتغل هنا؟ بوتيك تك انا اما بوتيك تك نعم طالعين على الف وعلى الربع احنا ترى هذا السوق يعني اكثر شيء اكثر شيء تكاتك وعرباين هذا الجيل الصغار كله عرباين هو هذا الشغل هو السوق يعني تعال 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 محمد تعال تعال خليني امشي خليني نريد نعيش نريد هاي نوقف طفيت على السما شو تشوفهم يشوف المأساة تعال محمد تعال تعال شنو وضع الوضعيه هاي مع السوق شنو هذا حال السوق الله يساعد العالم ما ادري شلون عيشتها وضعها تعبان امشي محمد امشي خلي يشوفون خلي يشوفون الحال خلي يشوفون الحال صباح الخير شلون شماما شلون صحتك شلون وضعك والله ما قاعده تشوف لي بس يا بس قاعده حتى تشوف لي وهذا رجال عندي رجال كبير وعندنا بلية يتيمة لا لها لا أبو ولا أم كل شو ما عندنا وعنا قاعدين هل قاعدين كده على إتابة هاتي شوفنا على بنظيم حالنا حالتنا هاي هالشمس كتلتنا وعيشتنا صعبة جات الصيف هاي هنا شو شو نسوي غير التم ها سويتوها حاطين زغيفة وسووها وسووها يعني روح البوك روح نمشي بغير طريق هم يردون هاي الناس هيشي ترى كل شو ما كنت تشوفون التم هاي الخضرات عود عود البيحين يو ينباعن يو لا يو ينباعن لو لا هالضالين بتضيم حالنا هذا نجير طلعين باليوم من عندهم والله هاي مصرف مال البيت خمسة عشرة اي خمسة عشرة عشرين خمسة وعشرين ماشيين حالك اي شايش نسوي وين نروح يعني يوم اللي تقعدين انت ماكو شغل ماكو والله العظيم كل شي ما عندنا كل شي ما عندنا الله شاهد وهتروح يكون تشوف تروح تشوف بيتنا تقلت واحنا بس انا والجهاز والرجال الشايب وعندنا واحد وليد ما عندنا بعد هات شوفنا حالتنا بالضيم والكدر بالفانة والله العظيم مريضة أنا وقاعدة قاعد مريضة والله العظيم ماجي ويا الرجال هذا شبه رجال شايب شو نسوي يروح وين يشتغل عود حاطين نفاي ونشتغل نمشي نمشي حالتنا يعني حالتنا حيل بالضيم لا راتب لا هاي لا شوف هات شوفنا يعطونا رواتب ياخذ 40 ياخذ 40 مليون مثل ما ظل كل شبابكم 40 مليون هم 40 مليون يطيحون السقفيه مالتنا السقفيه مالتنا سويناها ب 300000 جبناها بالضيم مش العد قلب سويناها يعني حتى خذوها وراحت راحت من يخسرها سرد اليوم يخسرونها من يخسرها يا اهل يخسرها اصلا لو بيدهم حتى هاي يشيلوش من عندها ليش السبب هذا عراق يعني فاسق عراق فاسق 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 عراق حراميه حراميه والله العظيم كلها حراميه كلها الضيم حالنا والكدر فالنا شو محصلين؟ محصلين شيء؟ ما كل شيء ماكو هات تشوفونا بالضيم حالنا فاسق والله انفاسقين الله يساعدك قولي يما قولي استشهد ابن الشهيد قبل يعطونا يشوفون المكان المناسب له ها اليدي يشوفون المكان المناسب له ليش هسه ابن الشهيد قاعد مرة الشهيد عندي بنتي اتهرب جهاز قاعده بغرفه فوق صايره ليش اقول الى متى هيك يعني جهال ابن الشهيد هذا اللي قدم روحه للوطن ايش يعني مجازاته احسن الجهال ستيب بسطح وعده كناينانه والناس ما ترحم يعني هاي تاليه ابن الشهيد بسطح واهله اخذوا الاول والتالي من عنده حلالهم كله اخذوا سياره ابوهم
فلوس أبوهم المنحطتهم 6000 الدولة، وهسا عندي بسطح وبغرفة قاعدين هم وأمهم وجهال أربعة. ما ياخذون تقاعد ما شيء؟ اي تقاعد. وشنو التقاعد؟ ايش بيه؟ قد يطونهم؟ مدارس يطونهم 800 900. هذا الحال يعني مثلا شنو اللي لا ما قايل عن شيء زين. قبل ليش اللي يستشهد يشتري له صدام نقول عليه مو خوش؟ لا بالعكس زين. اول شيء يشوف البيئه لهم ويشتري لهم بكان خلال شهر، صح لو غلطان قليل. هاي احنا هم ولدنا استشهدوا، اهل يا اخوي استشهد اشتروا له بيت بالحبيبيه وقعدوا عائلته وهسه انت ابنك استشهد؟ لا بنتي رجلها قعدتيهم يمك فوق بسطح. اي واهل رجلها اخذوا كل شيء وعافوها هي وجهالها. اها بسطح قاعدين. يلا هنيئا اربعه بالمدارس. هنيئا لهذه الحكومه. اه مشكور. هنيئا لكم العراق. هلا يمه. هلا بك. اخذتوا العراق كله. مو يمه ايش طبقه بالعراق؟ والله الحمد والشكر. نقول شو نسوي لها وياها وياها؟ قضينا عيشتنا على قولت تقول عرك. شايف العرك؟ وانا هات تشوفني، وانا هات تشوفني، انا هات تشوفني. انا هاي هات تشوفني، شوفني بين بينك هذا ابو غيمة الزرقاء عندي ثلاث بنات في التايم. وعلى هاي معيشتهم؟ على هاي عيش. هاي عيشتهم؟ هاي عيشتهم قاضيتي. بس نقول الحمد والشكر وكل ساعه يكفونا كف. هم استغفرك يا ربي، هم هيك رزق هم يا ربي. ماكو هيك والله، ماكو والله كريم. نقول ويا الحمد والشكر. ها شوف ثلاث بنات الحمد لله على اللي وحضر الملاحظ. يكون بعونك يا امي، الله يكون بعونك، الله يكون بعونك. هسه لا تخلون العالم تسترزق، لا انتم فاتحين فرص عمل للعالم، لا انتم موفرين تقاعد، لا سخام بعينكم. اي ما تقولوا للعالم شلون تعيش العالم، شلون تعيش العالم؟ تقتل بالشارع، يقوم واحد يقتل بالله. اطلع اطلع قدام اطلع. هذا حال الشعب، هذا حال العراق. صباح الخير. شلونك بابا؟ شلون صحتك؟ شنو هالوضع هذا يعني؟ والله هاي الناس تعبانه، شفت وين تروح يعني؟ يعني هسه انا قلت لهم هسه انتم لا تخلون العالم تسترزق. ايه ولا شايف لهم فرص عمل. لا اطيق ولا موفرين لهم. لا رحمك ولا خير رحمة الله تنزل. هو اكو بديل يكون. يعني انا من مثل الدولة توفر لحم ب 7000، انا اروح اشتري ب 14 من السوق. لو لحم ومتوفر لو موفره حصه رحم الله. انا اروح يطلع الطحين يوصل 45 و50. هو صحيح لو موفره زيت شارع صحيح، بس العالم وين تروح؟ كريم الله منو سبب دمار هالبلد هذا والمواطن؟ يا عم خلينا بهاي السالفه، لا دمار ولا نقول احنا ذاك فلان، احنا وين وين نقول فلان؟ ما نقدر نمشي ولا تدردم. هاي بالظلم ويا الحائط. اي هاي اي وساكتين. هاي هو بعد يقدر. هو شو قبل العمر؟ هو العمر هذا بس. اي والله الله رحم رحمه. هو شو قبل العمر؟ رحمه رب العالمين. شلونك؟ شلون صحتك؟ والله عصر قليل، عصر بيت قليل، عصر بيت قليل والله العظيم. دعاي 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 سبعه بعد اطلع هذا؟ اي طاطلي عيني طاطلي. ليش تبيعها؟ 4000 4000 قد تطلع باليوم؟ 5 10 يومية حصل 7000 يومية. 7000 يجيب كيلو طماطم بيش، كيلو باذنجان بيش، كيلو خيار بيش. الدجاج ب 7000. الدجاج بيش هسه الدجاجة؟ الدجاجة ب6 وب5 وب7. ب6 وب5 يعني تبيعها مو عليك، تبيعها بيش؟ اي ابيعها ب6 وب5 وب7. 6 ونص 7 لو 5؟ لا من 5 لحد 6 ونص لحد ب7. انظفها واكملها واعطيها. وبيت كانت قبل الكيلو قبل كان الكيلو ب 2800، هسه الكيلو ب 3.5 3400. كيلو مالته هيك بريشه قدامها صعد هم صعد. حاج ابو الحفير يقول لك على الدولار كل شيء واقف. قرت عينكم؟ هي هاي بعد خليه تهنون بيها، خليه تهنون بيها. هسه مرته مريضه، انا اذا وديتها دكتور فلوس ما عندي. شنو شنو ايش بيها مريضه؟ ظهرها يا عيونها ما شنو؟ هاي انا اساعدك فيها صح؟ اي انا اساعدك فيها. ظهرها وجهها. عندك تليفون؟ تليفون هناك يم هذي.
شلون تاخذ رقمي العاد؟ اخذ من عندك رقم. روح مازن انطي رقمي سجل لي. روح 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 اخذ رقمي من مازن. روح روح. شلونك عمو؟ انا خلاك وسام. شلون صحتك؟ حبيبي شلونك؟ شلون وضعكم؟ والله نعم الحمد لله والشكر على كل حال. دارجه؟ دارجه. لا مو زينه ولا زينه، زوينه. اي زوينه. شنو شغلك؟ العرب قاعد والله. عطال بطال. اي والله. تقاعد؟ لا ما عاد عندي راتب 170 الف من الرعايه. لا عاد مو زين يا عمو. مو زين. لا عاد مو زين. لا عاد مو زين. اي والله مو زينه بمعنى الكلمه. هسه مين ما تجيبها؟ مين ما توديها؟ مين ما تحطها؟ هذا الحال وهاي الوضعيه. والله ما ادري يعني العالم شلون راح تعيش؟ شلون راح تمشي امورها؟ شلونك؟ هلا شلوني؟ شوفني حالي وضيف حالي، الشمس ماكلتني والله. حتى الضيم احسن منك. ها؟ حتى الضيم احسن منك. والعباس احسن مرتاح. حال الضيم احسن منك. اي أيوة والله. شوف حالنا. شوفها شلون متهجولين، شلون ذول يسمونهم هجروهم، نفس الحاله. انقل طلع وجيب وودي. بقندهار ماكو هيك شيء. ما بس بالعراق، بس بالعراق. والله العظيم بقندهار ماكو. بس بالعراق هاي السالفه مالتنا. زين هسه خلينا وعلى باب الله وخبزتنا وشي. زين زين وين نولي؟ ما يحسبون بينا وهذا منين يجيب منين يسوي؟ يعني كلها هي لهم هم شوي يطولنا منهم. مو كلها. لا كلها لهم. لا هم شوي يطولنا. احنا هم على باب الله وخبزتنا وعيشتنا على هالبسطيات هاي وعايشين. كلها لهم. زين. طب انت شفت بعينك ذي شيء؟ زين؟ تصورتها وشفتها بعينك وشفت المعاناة والله العظيم للمتأذين. ها شوف الدجاج. تعال خليني اسولف وياك، تعال سولف لي على على وضعكم، تعال احكي. زين؟ هاي شربك عمارية شوادر شمس ضيم تعب كله ركض بركض. نعيب ونعزل والله. تعال خاف تسوي ويجون يفشلون فوق راسك. زين؟ وشوف تسال الناس واحد متجولي ضالين. ها ها شوف شوف ها شنو ذولا عرباين ترى ذولا شوفهم كل 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 عرباين كل عرباين شو ردوا عرباين كل عرباين. قد عمرك؟ انا 13. وانت؟ انا 11. تعال تعال يا صف انت يا صف صفر خمس كان ابتدائي. ايه تدفع عربانة كل عرباين هاي كل شوفها داوم مدرسه ولا كل عرباين. الله يا اخوي لو سوينا حيل وبديل ونرتاح ونريح ورحم الله والديهم ما عندنا شيء يوم. احنا هاي راد لها واحد خوشي خوشي راد لها واحد صدق عراقي جيب حافات المياه مال المدينه قبل يلا تفيد. هاي احنا ما حد يفيد هنا لان الناس كلها فقره. تعال يسع لك ذبك بسجي وديك بينا حيل. احنا يا قلبي حيل. هلا عمي السلام عليكم. شلونك؟ اشكرك واشكر قناتك. الله يحفظك. انا دوم بالدفاع تعنيت لك من كوت الله شاطحت ولا اذان مال الصبح دوم بدي اله الفرقه الاولى الاولى والفوج الثالث. زين وعنده مشكله يعني من كتب الرطبه نداوم. زين خابط شاد وياي ومكرهني الحياه. زين. انا صاحب عائله وصاحب جهاز صار لي 4 ايام غايب يشهد الله وحق زياده شيل منك شاد وياي. شلون كنت اطلب فلوس واشتكيت عليه واخذوا حقي القائد السابق محمد مال الله زهيري. هذا رجل قائد جان جديد ما يقدر ما اقدر اوصل له يعني من ليت كرهت حياتي صار لي 4 ايام غايب وصاحب عائله وقاعد بالاجار. شنو هالبابط؟ من اهل الناصري. كل ما هاي ذاك اليوم عنده فضائيين كيف ما اعطي فلوس؟ شقت على الفضائل عندهم اللواء ام اللواء رزله شد وياي بالزايد يعني مليت. هسه اريد ان اوصل للانسان اي انسان خير وزير دفاع رئيس اركان جيش الى اي انسان احل الموضوع خلي ينقلوني الاقرب اي نعده نقطه بخارج العراق انا قابل. هاي مناشده لوزاره الدفاع. هسه الشباب موجودين قسم الرصد بوزاره الدفاع انا متاكد راح يقصوها ويرفعوها للسيد وزير الدفاع. اي مكان خارج العراق باي نقطه انا قابل. زين ما الله كان هذا الضابط شنو ماكو احد فوقه ما. والله كان ملازمه والله العظيم يعني شنو رتبته؟ رايد وجماعه قدارك انه رايد يعني اشكال يعني ما نقدر نسولف عنه بالقناه يعني مليت. حتى العالم تدري بيان عنده مشاكل وياه يعني انا صاحب عائله انا بطل والله العظيم مات بالقران طلعت من الاذان ما صبح من قلت هسه يلا وصلت لك وبالنهضه يلا شفت الفيديو وجيت وانتصرت عليك ارقامك ما جاوبوني يعني مليت. هسه رحت قبل يومين باب الوزاره ما قدرت اطلب يعني من اروح القائد هذا رجال زين بس ما اقدر اوصل له يشهد الله. منو قائدكم؟ جان جديد من فرقه 20. زين يعني زين. ما ماكو يعني والله العظيم مشكله يعني ما ليس لها يعني مليت
يعني بطول والله ما يصير. زين ما تقدر مثلا نقلت الغير فوج الغير شيء. يا ريت والله خير نقلني لاي مكان يشهد الله قابل. يعني ايش يرد منك الضابط من الاخير؟ الضابط انا كنت اطلبه فلوس وما اعطاني اياها وقال لي زوجك المسؤول صعبان عندي ورحت القائد محمد مال الله زهير وهاي صور انا عندي اياها زين واخذوا حقي. زين من نقل القائد قال ما طول اشتكت علي الا ركضك بالدنيا الا خليك تهرب. من هاي الشغله يشهد الله ورسوله. لا بس على اربع ايام غايب هاي الشغله القديمه ورحت لامر لواهي قبل شهرين. هسه ايش قد وتفوت هروب؟ بعد لي 9 ايام هسه اقول بلكت الله ذني عاد قال انسان خير يحل مشكلتي خير يذبونه بالموصل باي مكان يشهد الله. يعني انا كنت اداوم بالموصل من 2003 اداوم لحد الان كنت وين اصغر غنام وجيت للمحموديه ورحت للرطبه وجيت لديال وفارن كلهن هسه ما قاب وين ما كان يشهد الله وكنت ببرسله لان انا شنو شغل ماكو تعرف انت العالم عطاله بطاله انا صاحب عائله واربع جهال وقبتي والله العظيم ماتي متوفيه والدي متوفي اخوي متوفي حالتي كلش تعبانه يشهد الله ورسوله. خلي يسمع السيد وزير الدفاع والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحه السيد لواء يحيى رسول. هاي مناشده لكم اذا تقدرون تقدموا له شيء لان بعد ما نقدر نجزم ونقول لا انتم تقدرون تقدمون لان اكو اشياء يمكن خارج نطاق صلاحيتكم. والله استاذ وين ما كان ان شاء الله يوصل صوتك للجهات المعنيه. رحم الله ان شاء الله يوصل صوتك للجهات المعنيه. انا اشكرك انا اشكرك. شلون عمي؟ الله يحفظك على سالفه الولد. اقول لك هم الويه جوارات ما يقدر يسوي شيء بس هي الواسطات لها دور اكيد. بس نرجع لسالفتنا سالفه السوق يعني سووا لنا شنو وقدموا للسوق شنو او الطبقه الفقيره ما لها احد نهائيا اي اللي هو سووه شنو اريد اعرف يعني اللي قدموا لنا شنو حصه تومنيه صفر خدمات صفر تجي انه بالمقابل وراء المصدر المعيش انت العايش به رزق اللي هو جاي يحاربون علي اللي يردون يوصلوا له شنو ما حد يعرف لحد الان. والناس اللي هم لهم جاه ولهم سلطه بالمجتمع تلقاه ما شاء الله الوضعيه تفول وما الى احد انه يتقرب له بس هاي الواد من الفقره ما اعرف هو عليه من قدرته والله على الفقير اللي هو جاي يقدمونه بس على الفقير القانون جاي يطبقونه بس على الفقير احنا ما اعرف شلون يعني اللي يردونه والحاليا يردون يوصلون دي والمجتمعنا ما نعرف الله يعم الله يساعد الله يكون بعون حسبنا الله ونعم الوكيل والله والله ما حل عمي بعدك شكبرات يدفع رباني خلي اختم لين بعد ما اتحمل في امان الله في امان الله بس وين